عاجل وفاة مصفف شعر المشاهير طوني صوايا، إليكم التفاصيل وسبب الوفاة في هذا الفيديو. توفي صباح اليوم الثلاثاء مصفف الشعر اللبناني الشهير طوني صوايا عن عمر ناهز 65 عاما. وكشف الفنان جو رعد إن سبب وفاة مصفف الشعر اللبناني الشهير طوني صوايا يعود إلى إصابته بسكتة قلبية بعد معاناة مع مرض السرطان. وترك طوني صوايا وراءه فراغا كبيرا في عالم الموضة والأناغة، إذ عرف عن ذوقه الرفيع وإبداعه في تسريحات الشعر المميزة التي تناسب جميع الأذواق في كافة المناسبات. وتميز صوايا بغربه من الفنانات لطيبة قلبه وآرائه في عالم الموضة التي كانت محط اهتمامهن، لكونه يعد من أصحاب الخبرة والكفاءة. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الخبر ونهاية هذا الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.